هذا علي. علي ذهب إلى المختبر لإجراء بعض الفحوصات الطبية. علي سيسافر اليوم خارج البلاد، لذا طلب من موظف المختبر أن يحصل على نتائج فحوصاته أونلاين عبر الإنترنت. موظف المختبر يعتذر لعلي عن عدم توفر هذه الخدمة. انصرف علي دون أن يجري فحوصاته، باحثاً عن مختبر أكبر بإمكانات أعلى. عزيزي موظف المختبر، لماذا تشعر بالإحراج؟ الجميع يعلم أن خدمة توفير نتائج فحوصات المرضى أونلاين هي خدمة مميزة، لكن المختبرات الكبرى فقط هي من يوفرها، نظراً لتكاليفها وتجهيزاتها الباهظة وإدارتها الصعبة. لكن ما رأيك لو وفرناها لكم ولكل المختبرات الصغيرة والمتوسطة بدون تلك الأعباء؟ فلا تجهيزات خاصة ولا عمالة مدربة ولا تكاليف باهظة، كما أننا من يتحمل إدارتها عنكم. نعم، لقد قمنا بذلك، وما عليك سوى طلب خدمة See My Result Online منا، وفي خلال 48 ساعة فقط يمكنك الإعلان عن توفر خدمة رفع نتائج فحوصات مرضاكم أونلاين لتصبحوا في مصاف المختبرات الكبرى، وحينها يمكن لمرضاكم استعراض نتائج فحوصاتهم أونلاين عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق للهواتف الذكية نوفره لكم مجاناً. خدمة See My Result Online، خطوة كبيرة للطب المعملي نحو تقنية أفضل.